بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا هذه وحده جديده ايضا او جنرال قاز 410 تم تركيبها من قبل الفني. ما عندي وقت طبعا، لذلك قلت له لا تفتح الغاز لاني راح اعمل باكيوم. معظم الفنيين ما يعملون باكيوم، هذا فقط للنصيحه. تشوفون انه ما عندي اي عده قياس، فقط عندي المضخه هذه اضفت لها مفتاح هنا، مفتاح حبس اوكي محبس، وايضا هذه القطعه الخاصه زين تسمح لنا بضغط الابره اللي داخل، وبالتالي ما راح نفقد اي مثلا غاز اثناء فصل هذه الهوزات. لذلك انا انصح الاخوان خاصه في غاز 410 لا تحاول انك تفرغ مثلا الهواء عن طريق مثلا الهوزات. افضل شيء واضمن شيء انك تفرغ الهواء من داخل المواسير هذه عن طريق الباكيوم بوم. طبعا تشوفوني من بعدني ما حطيت الواقي، هذه طبعا التركيبه والتوصيله هذه بناء على تعليماتي للفني. مثل ما تعرفون انا ما عندي وقت ومو فاضي لهالامور، فقط قلت له لا تفتح الغاز، وصل لي كل شيء وان شاء الله انا راح اقوم بعمليه الباكيوم. وهذا شيء مهم، حتى لو كنت مثلا اعطيته نصف السعر وتركت مثلا المهمه هذه لك انت، راح يكون اضمن لك، وبالتالي راح تضمن ان الفني هذا او الفني هذا ما فتح لك الغاز، وبالتالي الوحده ما راح تحوي على هواء. هذا شيء مهم في وحده تبريد غاز 410 انه ما يكون فيها اي هواء. وايضا بعد شوي او بعد مثلا 10 دقائق او ربع ساعه راح ارويكم مقطع اخر ان شاء الله راح يكون مهم او مفيد بالنسبه لكم. فقط حبيت اني اخبركم بهالموضوع. طبعا تلاحظون راح اخليه تقريبا مده تقريبا نص ساعه على هالمضخه. الامور طيبه يعني ما في اي مشكله، خليها نص ساعه، خليها ساعه، كل ما كثرت المده كل ما كان افضل. فقط ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، ونلتقي ان شاء الله معكم بعد قليل في مقاطع اخرى نتعلم معكم. شكرا جزيلا.